إنجيل هذا الصباح جزء من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى الإصحاح 23. طبعا زي ما قرئ على ما سمعنا من أصعب الإصحاحات اللي موجودة في الكتاب المقدس، عشان كده حتى الآباء بيسموه إصحاح الويلات، حاجة صعبة أوي. وصعوبته في إن هو واضح، صعوبته في إن هو واضح، كذا هيبقى فيه كذا، تعمل كذا تعمل كذا. طبعا عادة لما بنقرا الإصحاح ده نقول كتبوا الفريسيين، احنا مالناش دعوة، صح؟ كتبوا الفريسيين. يتأمل أحد الآباء في إن في ثلاث مشاكل موجودة في الإصحاح دوت. وخدوا بالكم إن الإصحاح ده كان تقريبا من حوالي 2000 سنة. لكن بص في الثلاث مشاكل اللي هنتكلم فيها سريعا، هل هي ما زالت موجودة لغاية دلوقتي ولا لأ؟ من 2000 سنة. أول مشكلة تقابلنا أو يعني تقابل الكتبة والفريسيين، مالناش دعوة إحنا، مشكلة الرياء. مشكلة الرياء، إيه مشكلة الرياء؟ أو إيه يعني إيه كلمة رياء ببساطة؟ نبسط كده الموضوع. الرياء ببساطة ما معناه إن أنت تظهر عكس ما تبطن، يعني تتصرف بره بشكل غير تماماً اللي هو فعلا جوه القلب. هي دي كانت المشكله. لكن خد بالك ربنا يقول لك انا يعني كاشف، انا شايف، يقول لك كده الانجيل عليه عيناه تخترقان استار الظلام، يعني حتى وهو في الظلام هو شايف وهو عارف وقادر يوصل. لكن مشكله ان الانسان المرائي ده انسان تلاقيه عايش بوشين، عايش بطريقتين في الكلام، قدامك بشكل لكن جواه. والاجمل بقى او يعني الاخطر ان بيبقى في ناس مرائين بيعرفوا يتفننوا فعلا في الاتقان، ان هم يقدروا يقنعوك تماما بعدين هم بيحبوك لكن جواه. طب نعمل ايه في مشكله الرياء؟ ملهاش حل غير ان انت تقف قدام ربنا وتطلب منه، تقول له يا رب انا مش عايز اعيش بالطريقه دي، مش عايز اعيش بالوشين، مش عايز اعيش مع الناس بطريقه، لكن انا من جوايا حاجه تانية خالص. افتكر واحنا واقفين كده في القداس نرفع قلوبنا ونقول له يا رب مش عايزين نبقى عايشين بحياه الرياء. وافتكر حاجه واحده بس، يوم ما هتقف قدام ربنا في اليوم الاخير ربنا هيتعامل معاك على اللي بره ولا على اللي جوه؟ هيتكلم معاك على اللي بره ولا على اللي جوه؟ كل واحد حر. دي اول مشكلة، مشكلة الرياء. تاني مشكلة وقع فيها برضو الكتبة والفريسيين، احنا ملناش دعوة، مشكلة القادة العميان. مشكلة القادة العميان يعني ايه قائد اعمى؟ يعني مش شايف، يعني مش شايفة؟ لا، يقول لك القائد الأعمى ببساطة هو قائد ما هوش عارف الهدف. الهدف اللي هو مين؟ ربنا. الهدف اللي هو المسيح، الهدف اللي هو الملكوت، ده مش ظاهر قدامه، ده مش شايفه، هو ماشي بس مش حاطط الموضوع ده. أو بمعنى صح، خدوا بالكم من الجملة دي، مشكلة القادة العميان أو مشكلة، سامحوني، أغلب ناس مننا بما فيهم أنا، إن أنا بعظم الوسيلة لكن الهدف مش واضح قصاد عيني. زي ايه؟ احنا اليومين دول في فترة صوم، هل الصوم هدف ولا وسيلة؟ ها؟ وسيلة، الصوم وسيلة. لكن احنا مشكلتنا ان احنا احيانا بنهتم بموضوع الصوم، ويا ترى هنصوم انقطاعي ولا مش هصوم انقطاعي؟ هاكل كذا ولا مش هاكل؟ طب يا ابونا انا يعني ده الفول، حتى انا اشتهيت الفول، ده انا كده وقعت في خطيه. يا عم مش مشكله مش في الموضوع ده. طبعا انا ما بقولش ما تصومش، يعني صوم، عشان كده حتى السيد المسيح قال ينبغي ان تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك، يعني الاثنين، يعني دي ودي. بس المشكله مش في كده، الفكره انت بتصوم ليه مش بصوم ازاي؟ الهدف ان انا اصوم عشان ايه؟ انا بحب ربنا،
الهدف من ان انا بصوم عشان اقرب من ربنا، الهدف من ان انا بصوم عشان اقوي العلاقه اللي بيني وبين ربنا، ويبقى عندي فترات اقدر فيها كده. يقول لك ان فتره الصوم تخلي الروح منطلقه، فانطلاق انطلاق الروح مش هو ده الهدف، لكن الهدف ان انا لما روحي تنطلق اقدر اتقابل مع السيد المسيح. كتير مننا بيبص على الوسيله وبيبعد عن الهدف. انت ليه بتحضر قداس؟ لك من وانا متربي من وانا صغير على الاقل على الاقل مره في الاسبوع. ما ينفعش يعدي عليا اسبوع من غير ما تناول، تبقى مصيبه يعني، ما يصحش. طب ايوه ماشي، طب انت بتحضر ليه القداس؟ لا، لازم يبقى الهدف واضح. انا بحضر القداس عشان انا بحبه، انا بحضر القداس عشان جاي ايه؟ اتناول واعمل ايه؟ اكله. انا عايز اللفظ ده يبقى كده، جاي اكله، اكل السيد المسيح، اشبع بيه، احطه جوايا، وابقى ماشي كده من القداس وانا ملتصق بيه تماما. يبقى اول مشكله رياء، تاني مشكله قادة العميان، دي كانت مشكلتهم ايه؟ في عمي، مش شايفين الايه؟ الهدف. ومشكلتهم الاكبر كمان ان هو شايف الوسيله حاجه كبيره خالص، لدرجة ان الهدف نفسه مش واضح. اخر مشكلة هي مشكلة التدقيق، لكن انا مش مشكلتي التدقيق، هي مشكلة التدقيق المغلوط. كمان مرة، التدقيق المغلوط اللي مش مظبوط. كان عمال يقول لك يعني ايه ان هم يعني يصفوا يعني حاجة صغيرة، لكن في نفس الوقت كانوا ممكن يبلعوا ايه؟ جمل. ما عندهمش اي مشكلة. هي دي مشكلة الناس اللي ممكن تبقى بتدقق، لكن في نفس الوقت مش بتدقق في كل الأمور. أبسط مثلا برضو زي ما احنا كده بتاع، يعني يقول لك كده الكتاب المقدس، يجي واحد يقول لك ايه؟ أبونا أنا شربت بق مية الساعة 12:05، أنا بتعذب من جوه يا أبونا، أنا مش عارف هتناول ازاي. طب حبيبي، فاكر صاحبك أو فاكر أخوك اللي أنت كنت متخانق معاه؟ طب أنت عملت ايه معاه؟ لا يا أبونا، ده هو اللي غلط فيا، انا ما غلطتش فيه. طب انت جاي تتناول ازاي؟ فهمتوا فكره التدقيق المغلوط؟ فكره ان انا بمسك في الحاجه الصغيره. انا ما بقولكش طبعا يعني اشرب بعد الساعه 12، ده مش حل يعني، بس زي ما بقول لك ايه، ها قلنا في الايه ايه؟ ينبغي ان تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. لكن المهم ايه؟ صدقوني يعني ما اعرفش، نبقى نسال سيدنا في الرأي ده، هل ربنا ممكن يمنعني ان انا اخش السماء عشان شربت كوبايه ميه وانا رايح اتناول الساعه 12:05، ولا هيمنعني عشان انا جيت اتناولت وانا في واحد صاحبي او واحد اخويا او زوجتي في البيت متخانقين سوا ومش متصالحين؟ انجيل اتقرأ على ما سمعنا من كام سنة؟ 2000 سنة، لكن عايش لغاية دلوقتي بكل كلماته. يا ترى انا هرفع قلبي وقت القداس واسأل ربنا، يا ترى انا هل كنت انسان بعيش اول مشكلة بالرياء، او انا انسان تاني مشكلة قادة عميان، او تالت مشكلة تدقيق الايه؟ المغلوط. هل انا في حاجة من الثلاثة دول؟ كل واحد فينا يرفع قلبه اثناء فترة القداس. لو عنده مشكلة رياء قول له يا رب محتاج ان انت اللي تشيل المشكلة دهيت، عشان افتكر كويس جدا لما هقف قدامك انت مش هتتعامل معايا على اللي بره، لكن هتتعامل معايا على اللي جوه. يا رب مش عايز اعيش حياتي وانا عمال بعظم الوسيلة لكن الهدف مش باين، اظهر لي الهدف، علمني ان انا ابقى حاطط دايما ايدي على الهدف. تالت حاجة وقت القداس برضو افتكر ان انا يا رب مش عايز اعيش بحياة التدقيق المغلوط، بمسك في الحاجات الصغيرة ولكن الحاجات الكبيرة بسبب. تاني بكرر، مش بسيب كله، لكن ابقى مدقق حسب الوصية اللي توصلني فعلا للسماء، وان انا ابقى دايما ملتصق
وربنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.